يثير بعض الناس اليوم في مسألة الحلف بغير الله ما يشوش به على الناس ويقول نعم يثير أحسن الله إليكم، يقول يثير بعض الناس في مسألة الحلف بغير الله ما يشوش به على الناس ويقول إن الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم حرام وليس بشرك، ويحتج ببعض أقوال لبعضهم المتأخرين. يا سبحان الله، نترك قول الرسول ونأخذ أقوال الناس. الرسول يقول من حلف بالله بغير الله، بغير الله مطلقا، بأبيه أو بغيره أو بالنبي، من حلف بغير الله مطلقا فقد كفر أو أشرك. وهذا يقول لا ما يشرك، يقول الرسول أنت ما أنت بصادق، ما يشرك، ما هو بشرك هذا. سبحان الله، بعض الناس ما يفكر بكلامه، لأن فلان قالوا فلان، ما علينا من فلان قالوا، لا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.